الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء لم يطلع عليه فقال بخلاف ذلك، وبعضهم بلغته هذه السنة فعمل بمقتضاها. إلى غير ذلك من الأحاديث، ومن الأمثلة على ذلك أيضا أن زيد بن ثابت سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفر الحائض حتى يكون، أو لا ينفر أحد، الحديث لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي حتى يطوف بالبيت. لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصفية رضي الله تعالى عنها، أي أن تترك طواف الوداع بسبب حيضها. فكان يأمر النساء إذا أتاهن الحيض ولم يطفن طواف الوداع، حتى لو كنا قد طفن طواف الزيارة، أن ينتظرن حتى يطهرن ويغتسل ويطفن، وبعد ذلك يخرج. لكن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال له ابن عباس بأنها تنفع، لكن وقاله له سل فلانة الأنصارية، فذهب زيد من باب التثبت مخافة أن يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخطأ أو ما شابه ذلك، فأخبرته تلك الأنصارية بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال له: ما أراك إلا قد صدقت. وهنا وقفة ينبغي أن ينتبه لها طلبة العلم في قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ما أراك إلا قد صدقت. هل كان شاكا في صدق ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ كلا، وإنما كان يخاف من وقوع الخطأ أو أراد التثبت لوجود بعض الاحتمال، لأن هنالك ما يعارض هذا الكلام أو ما يعارض ما ذكره ابن عباس، فأراد أن يتثبت. فقوله ما أراك إلا قد صدقت ما كان شاكا في صدق ابن عباس، أي ما كان يتهمه بالكذب أو يمكن أن يكذب عنده، كلا وحاشا، وإنما خاف أن يقع له الخطأ. لكن أهل الحجاز كانوا يطلقون الكذب على الخطأ، فقد يأتي بعض الناس ولا يفقه هذا المعنى فيقول هذه رواية باطلة، إذ لا يمكن أن يتهم زيد بن ثابت بن عباس رضي الله عنهما بالكذب، وقد يأتي آخر في المقابل ويقول الصحابة يكذب بعضهم بعضا أو يتهم على أقل تقدير بعضهم بعضا بالكذب، وكل هذا باطل. يقال له: من قبل نفسك أتيت، وبراقش على نفسها تجري، أنت الذي جنيت على نفسك. فكانوا يطلقون الكذب، وقد نبهت على ذلك في العام الماضي، ولا يريدون به الكذب المتعارف عليه عندنا. هذا ينبغي للإنسان أن ينتبه عندما يجد مثل هذه الألفاظ في حق الصحابة، في حق التابعين، بل قد يوجد حتى في حق غيرهم. هل أرادوا بالكذب ها هنا الكذب المعروف، أو أرادوا به الخطأ؟ ونحن نجد الكثير الكثير، عند مثلا في حديث آخر، عندما أخبر أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأن المنافقين قالوا: ليخرجن الأعز منها الأذل، أي أرى أي أنهم هم الأعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هم الأذل، عندما أخبر ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وجاء المنافقون وحلقوا الأيمان المغلظة بأنهم لم يقولوا، فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لام ذلك الصحابي بعض الصحابة من أقاربه وقالوا: فعلت ما أردت إلا أن يكذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: ها هنا احتمالان، إما أن يراد بالكذب ها هنا الخطأ، وإما أن يريد به الكذب حقيقة في مثل هذا الحديث، لكن الاحتمال الأول ثابت. ولكن هذا على تقدير أنه الخطأ فلا إشكال، وعلى أنهم أرادوا الخطأ، ولكن على تقدير أنهم أرادوا الكذب هذا مجرد توهم،
منهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب، لكن عندما حلف أولئك ما حلفوا سكت النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أنه لم يتبين من كلامهم أو ما شابه ذلك من الكلام. وهذا يفيدنا في مسألة مهمة، وهي أن الحديث الأحادي لا يستدل به على إثبات العقائد. لذلك عندما نزل القرآن بتصديقه، خلاص القرآن مقطوع به لا كلام، لكن هنالك قد يتوقف المتوقف لاحتمال خطأ أو ما شابه ذلك، كما توقف مثلا زيد بن ثابت في خبر ابن عباس الذي ذكرناه، وكذلك وقع لغير زيد بن ثابت، أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا بعض الصحابة بهذا بذلك، وإن كان في الرواية لم يأتي أنه أخبرهم بالحديث، لكن فيها أنه أفتاهم بذلك، لكن الذي يظهر أنه ذكر لهم الحديث، لكن الراوي اختصر، قال لهم ابن عباس: إذا أتيتم المدينة فاسألوا، فذهبوا إلى المدينة فسألوا من سألوا، وفي جملة من سألوا أم سليم رضي الله تعالى عنها، فأخبرتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصفية رضي الله تعالى عنها في ذلك. وكذلك علي بن أبي طالب عندما جاء من اليمن ووجد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها قد تزينت ولبست صبيغا من الثياب، سألها، اشتد معها كيف لبست ذلك وهي على إحرامها، ظن أنها ما أحلت من الإحرام، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بذلك، فذهب محرشا كما قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت فاطمة. هل كان علي يتهم فاطمة بالكذب؟ حاشا، ولكن خاف أن تكون لم تفهم ما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، خشي من ذلك. وهذا يفيد بأن الخبر الأحادي لا يفيد القطع ولا يستدل به في العقيدة، فلو كان يفيد لقطع بخبر السيدة فاطمة، ولقطع أولئك الصحابة بخبر ابن عباس، ولقطع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ذلك الصحابي، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الكثيرة التي لا مجال لبيانها في هذا الوقت. الشاهد ما أردنا أن نبين أن الكذب قد يطلق ولا يراد به الكذب، ومن ذلك كذب أبو السنابل عندما قال لسبيعة بأنها لا زالت في عدتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ما أراد أنه كذب، كذب أي أنه افترى، وإنما أراد بذلك أنه أخطأ الحكم، ومن ذلك بل قد ينسب حتى إلى غير الناس، كما جاء في الحديث: كذب بطن أخيك، وفي الحديث الآخر قول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: بيداؤكم التي تكذبون عليها. فما أراد أنهم كانوا يكذبون على البيداء، ولكن بعض الصحابة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وهو على البيداء، بينما ابن عمر قد شاهد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عندما ركب على ناقته، فهو يجزم جزما لا ريب فيه بأنهم أخطأوا في روايته. لكن الكذب عندما يراد به الخطأ لا يقال أو لا يعبر بالكذب عن الخطأ إلا إذا كان ذلك الخطأ مجزوما به، أما إذا كان محتملا فلا يعبر عنه بالكذب. فابن عمر هنا كان جازما لأنه سمع وشاهد، فلو كان أخبره مخبر بذلك لاحتمل أن يكون هذا المخبر هو الذي أخطأ وما شابه ذلك. فالحاصل أنه لابد من فهم مثل هذه المصطلحات، لأن من الخطورة بمكان أن يقول مدعي، وهذا قد يستغله بعض الناس الذين يحملون بعض الأحقاد ولهم أغراض وأهداف سيئة خبيثة على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيدعي بأن بعضهم يكذب بعضا، فكيف نثق بروايتهم رضي الله تعالى عنهم؟ لا، ما كذب صحابي صحابيا آخر. نعم،
قد يكون بعض الصحابة رد بعض الروايات أو أنه توقف فيها لاحتمال الخطأ والذهول وما شابه ذلك مما يعتني الإنسان. فإذا قلنا السبب الأول في من أسباب اختلاف العلماء، أو وهو أيضا السبب الأول من الأسباب التي يخالف العلماء بعض الأحاديث لوجودها، هو عدم الاطلاع على ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.